كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية في بيان لها عن طرحها مشروع مع شركات متخصصة لدراسة وتقييم سلم الرواتب والامتيازات للموظفين، ويشمل ذلك كافة الوظائف خارج وداخل دولة الكويت، وذلك حرصا منها على تعزيز نسبة الكوادر الوطنية في كافة قطاعاتها. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. الخطوط الجوية الكويتية تعلن عن طرح مشروع مع شركات متخصصة لدراسة وتقييم سلم الرواتب والامتيازات للعاملين في الشركة ليشمل كافة الوظائف خارج وداخل الكويت. ارتأت إدارة الشركة بالقيام بدراسة تفصيلية تشمل جميع ما يخص الموظف، وهذه الدراسة سميناها دراسة سلم الرواتب والمميزات، دراسة الأوصاف الوظيفية، دراسة التطور والتدرج الوظيفي، ودراسة الأداء الوظيفي أو المؤشرات الأداء. لهذا ارتأت إدارة الشركة بطرح مناقصة على الشركات المتخصصة في مجال دراسة الوظيفة داخل شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتم استجلاب عروض من هذه الشركات لتقوم بدراسة شاملة على 4 مراحل. خطة استراتيجية بالتطوير الشامل وتحديث الأنظمة المتبعة وتحويلها إلى خدمات رقمية لتقليل الدورة المستندية على الموظف وتوفير العناء الذي قد يتعرض له عند استخدام أو استخراج بعض هذه الخدمات. عندنا أكثر من مشروع تحول من ورقي إلى ديجيتال. بالنسبة لامتيازات سفر، المشروع رقم 1 امتيازات سفر اللي هو خصومات اللي حصل عليها الموظفين وأخواننا المتقاعدين. حاليا الكل قاعدين يستخدمون أوراق. احنا رايحين حاليا قبل نهاية السنة راح يكون تطبيق كامل نظام فيوري. هذا نظام الدوام، يقدر الموظف يطالع دوامه، حضوره وانصرافه، ساعات تأخيره، يطلب شهادة راتب، يطلب أي نوع من أنواع الإجازات بالنظام هذا، ما له داعي يطبع ورقة ويروح يوقع على المسؤول. جهود مبذولة لخلق جو عمل مناسب لجميع منتسبي الشركة عبر تدليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه فريق العمل وتشجيعهم على التنافس والابتكار حرصا على الكوادر الوطنية. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.